السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناه الشروق. توجه رئيس مجلس السياده الانتقالي عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الى العاصمه التشاديه نجمينا في زياره رسميه تستغرق يوما واحدا. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السياده الطاهر حجر. وسيجري البرهان خلال الزياره مباحثات مع رئيس الفتره الانتقاليه لجمهوريه تشاد محمد ادريس دبي تتعلق بافاق التعاون المشترك وتمتين العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونجمينة. نظم المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ورشة حول السياسات ومسارات المهن الصحية والطبية تحت شعار معا نحو ممارسة آمنة للمهنة الطبية. وناقشت الورشة مسار المهن المتخصصة للمهن وأكدت على ضرورة تحديث وتطوير سياسات المهن الطبية بشكل يلبي المتطلبات الحالية في ظل تطور المجالات الطبية والصحية بجانب إدخال التقنية الحديثة والمتطورة في مجال المعلومات. شاركت جمعية جراحي العظام بدولة جنوب السودان في المؤتمر 11 لجمعية جراحي العظام السودانية المنعقد بفندق السلام روتانا في الفترة من 27 إلى 29 من يناير الجاري. وكشف رئيس جمعية جراحي العظام السودانية محمود البدري عن الاتجاه نحو إفريقيا والتعاون بكافة مناحي التدريب وتبادل الخبرات ووضع الشراكات. من جانبه قال سكرتير جمعية جراحي العظام بدولة جنوب السودان مافور مادينغ إن مشاركتهم جاءت للاستفادة من الخبرات السودانية، ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية جراحي العظام السودانية. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عدد من المروجين والمتعاطين في حملات استهدفت المركز والولايات. وأفادت متابعة المركز الصحفي للشرطة أن الحملة المشتركة لمكافحة المخدرات تأتي في إطار الحملة الوطنية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي والمدير العام لقوات الشرطة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية بدون أوراق ثبوتية، كما تم ضبط أنواع مختلفة من المخدرات والعمالة الأجنبية. تفقد وفد من فرق الإشراف بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض ومنظمة اليونيسيف وإدارة الخدمات الصحية بمحلية تندلتي، تفقدت عددا من مراكز التطعيم بلقاح تيتانوس لحادثي الولادة والأمهات، ووقفوا على سير الحملة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومدى استجابة المستهدفات من النساء في سن الإنجاب خلال الأيام الماضية. وقالت مديرة إدارة التحصين الموسعة بمحلية تندلتي إن الحملة تمضي بصورة جيدة دون أي عوائق تذكر. حث المدير التنفيذي لمحلية الدالي والمزموم أحمد محمد نور مواطني محليته على ضرورة التطعيم بلقاحات كورونا، وأكد لدى مخاطبته ورشة التدريب استعدادا لانطلاقة حملة التطعيم بلقاحات كورونا. حملة يناير التي تبدأ غدا الاثنين أكد أهمية التطعيم وإسهامه في زيادة المناعة، مبينا أن محليته أول محلية في ولاية سنار تكمل مسح الخارطة الصحية. وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق، دمتم في أمان الله.